وزارة التربية، وبخبر مفرح بعد غياب طبعا وزير التربية يثني على المبادرة التربوية لمعلمي ذي قار ومدارسها بإعادة تأهيل كتب المدرسية المستخدمة طبعا، ويوجه بتكريمهم. وزير التربية أيضا قال عن المبادرة التربوية التي أطلقها مجموعة من معلمي ومدرسي تربية محافظة ذي قار الهادفة إلى إعادة تأهيل الكتب المدرسية المستخدمة وإرجاعها مرة أخرى إلى التلاميذ والطلبة. طبعا كان إلى لقاء صحفي أو بيان صحفي يوم أمس وزير التربية، وقال أن الطريق الذي تسلكه هذه النخبة من الهيئات التدريسية والتعليمية يستحق منا كل الشكر والتقدير لما يقدمونه لهذا الوطن. قبل فترة تكلمنا عن موضوع أحد المعلمين اللي أخذ رشوة من طالب، لكن بعد حين أنه تفاجأت بكمية الانتقاد اللي إجاني من هذا الخبر. أكو فد شغلة كلش مهمة، إذا كان أكو خبر جيد لأي وزارة، لأي جهة سياسية، لأي مكان، إحنا هنا هدفنا مراقبة، إحنا هنا هدفنا نشوف الأغلاط أو نحاسب أو مو نحاسب، خليني أقول نكون رقيبين على مهامهم، وزارة التربية وغير وزارات وكل الجهات المعنية بالحكومة. فانتقدوني كثير لأن هذا المعلم أخذ رشوة قبل فترة من طالب زوج طيور، لكن اليوم أنا دا أشكر ذي قار ومعلمي ذي قار على إرجاع الكتب المدرسية وتأهيلها وترميمها مرة ثانية. إحنا نعرف وزارة التربية مفتقرة أو ما تقدر يعني تخلي الطالب يقرأ بكتب جديدة، المعلم قام بهذه المسؤولية وصلح ما قدر يصلحه ويصلح الكتب حتى الطالب يقدر يقرأ مرة ثانية. وأشكر كل المعلمين بدخولهم العام الدراسي الجديد وجهودهم المبذولة، هذا أهم من كل شيء أكيد. يعني معلم أو المدرسة فهي طالب يقضي بيها وقت كلش طويل، أكثر حتى من البيت، يعني الطالب يتربى أو تكون إلى تربية ثانية بالمدرسة أو من خلال معلمة اللي يقتدي به. فأرجو أن لا تنتقدوني لأن نتكلم عن كل شيء موجود وكل شيء نسمعه، في كان إذا شيء جيد إحنا نجي هنا نوقف ونثني ونشكر الجهة، وإذا كان شيء سيء لا رح نتكلم بالموضوع. وهسا نشوف التعليقات لهذا الخبر. فكانت أولى التعليقات عن هذا الموضوع، أتصور كل مدارس العراق بذلوا جهود على مود يراوسون القديم والجديد، مو لأجل أي وزير أو مسؤول على مود يقول لهم عافية، لا، لأجل أبناء منطقتهم ولأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، لأن الوزارة تنطي القرار وتخلي المدارس تحير بزمانها. هذا اللي كنت بدي أحكي بيه، الوزارة يلا عام دراسي جديد، الطلاب خلي يداومون، وإحنا مفتقرين للكتب المدرسية ومفتقرين لحتى مكان الطالب يقعد بيه. نشوف تعليق آخر حتى لا نطول بهذا الموضوع. جميع مدارسنا في الرصافة الثانية من إدارة ومعاونين وكتاب ومدرسين دخلوا إلى المخازن وعانوا ما عانوا من أجل تجهيز الطلبة بكتب صالحة للاستعمال، فكل الاحترام والتقدير لهم جميعا، أكيد كل الاحترام والتقدير.